عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من جو برو سيزون 4. أول معلم والله ديما يسأل عليك يا حب شبيح محبوب الجماهير. قبل ما نبدأ الفيديو متاعنا بتبيع ما ننسيوش وديما ذكروا إلي فلسطين هي الأرض اللولانية متاحهم هما واللي العاصمة متاحها القدس الأبية وربي يرحم شهدائنا من نهار اللي بدأ اختصاب الأرض لليوم. وإن شاء الله يا ربي بش يجي نهار وبش نصليه في المسجد الأقصى. تحيا فلسطين عاصمتها القدس الأبدية. الفيديو متاعنا اليوم هو حدث باش نعيشوه ان شاء الله نهارين ثلاثة ايام كيكة ثلاثة ايام باش يجينا اللي هو عيد الحب. عيد الحب باش تفهم انت مليح معناها الموضوع. تعمل ابونيت وتعمل بارتاش وعمل الجرس وشيخنا وبشتكنا باش نشيخوك وبشتكوك. متفقين متفقين. عيد الحب هو ساعة ايجا نعرفوا الحب قبل ساعة ونعملوا الحب وبعد نعملوا له عيد. ما عنده نهار بالعيد. ما وين الله غالب راني مانو ما يعجبنيش العجب بنا راو خاطر هو اصلا ما فما شي يعجب كي واني فما شي يعجب طو يعجبني مش انا اللي ما يعجبنيش العجب وما فما شي يعجب. عيد الحب هو متفقين هو معناها الاغلبيه ونسبيه وتعملت للعشاق وللحب وللمحبه والكوبلوات والجو به. اي احنا ساعه قبل ما نوليو كوبلوات ونحبوا اي ما نعبيت. انت كيفاش حبيت مو تعلمت تحب ولا صدمت وحدك ولا شنو هو الحب وكي انت عرفته هو الحب انت علاه ما بارتاجيتوش تبارتاجي كان في النيجاتيف نتاعو ما بارتاجي البيه نتاعو زاده. فالمفروض قبل ما نعملوا عيد حب احنا ونحتفلوا به مره احنا 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 احنا, احنا نعملوا عيد متاع توسويس نعملوا عيد متاع لهوة نعملوا عيد متاع حطان عينين رزق في عينين اخرين في رزق اخر احنا نحطه معناها احنا نكره بعضنا احنا ما نحبوش بعض احنا في بالنا كي واحد ينجح مثلا بشكل من نجاح الاخر معناها نحبك معناها باهي مش خير مني احنا ايجا نحبوا بعضنا خاطر بالعكس ما ينقص شيء كي نحبوا بعضنا بل بالعكس الدنيا تولي محلاها محلاها وما بها المحبه بلاش فلوس. ومن بعد نعملوا عيد حب وحتى كي عملناه عيد الحب ايجا نقول لكم احنا كيفاش عملناه. منين باش نبدا ومن اين تؤكل الكتف يا خياني منين انا باش نقول لك ساعة فما نوع مثلا في عيد الحب بيدو هو من عرش عليش اللون الأحمر نسبة إلى قلب الحب والأحمر والورد الأحمر والورد الأحمر عودو. نبدأ من الورد سيدي راهو معاش تضحك تضحك لي ولا تضحك عليا كي تشوفني شدد وردة راهو هذاك يخليني نحس بعدم الثقة متاعي فأستحي فنحس روحي نعمل في حاجة عيب فانخبيها. وكي أنا نشري وردة بسبعة آلاف فرنك وانخبيها هي تتطبق لي وكي تتطبق لي تتوروق لي هكا تتولي هكا تتوروق أنا خذيتها على خطر هي هكا هكا وردة هكا تحسها ورد وهكا وكلي حذف هيلي هكا في النخر زعما هي باش تقعد حيه ما تحطها في كويس ماء هكا ولا دبيبيزا ماء خاطر ورده حقيقيه ماهيش اختيبيسيل انا نطربقها ونطورقها ونوربقها هكا هكا في جره الغدره نتاع سيادتك. فثبتوا لنا رواحكم هل تحبونا من رجال اللي نهد لي ورد والا لا اذا اي ما عادش تحسسني بالغدره هذيك ما فيها شيء على شنو تضحك بالعكس أضحك لي ضحكة مثلا كما تضحكوا فيها للغرب 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 بسم الله عليك بتخافش بابا تربي فيهم أصلا فو دونك مادام نتحبون احنا مثلا نشريو وردة ونجيبوها ساعة على ساعة وردة راهي محطوطة مخبية في ضبوط قاعد انا وصاحبي كالروبو واقف هك اقعد اش بيك قال لي انا شنو بيد واحدة بوتينة بوتين كاو عنده عليه جزيدة ما هو بسلاح والدنيا ومدحوكة ومقا بالله في الاخ تحياتنا نحبك الغالي قلت له شبي قال لي راني يعني بيد واحدة يدخل في مكتوب وبيده يدي الغادي معلش فهم طلع الراجل يقول مخبي بطرة انا ما تعرف البطرة كي تتخبى ما عاش لازم تكني ساقك تكوى عطول ولا نعرفش فما مش سبيسيال مش موضوع زيد هكا خرجت وردة ومازالت وردة هي خارجة من ضبوط قال لي ليه هيك بين الحواج والفيست انا حواج انا فيست ودي ضبوتك النقطة صفر اللي يحكيوا عليها لقيت النقطة صفر هي ضبوتك عليه خاطرنا نحشم وحشم حكيت على الورد حشم احنا نحشم فعاونونا باش نتغلبوا على حشمتنا احنا ديجا عندنا عقدة منها الحكاية لطيف ما معناها ما كبرناش عليها الحكاية نحاولوا هكا ما هكا راهو ديجا نعمل في برات فير هكا وربي يعلم بينا وراجل توسي راهو مش يشري ورده راهو سي با نابوخت كي سي سي تان كيلكا دو فير كيلكا سو 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 ها
لام تونسيا ايش لي ورده مجهود يذكر فيشكر فنعم بوزيرك زيد انت تعمل لي هكا فيك يا شري ورده واش بيني ما عنديش حبيب عندي حبيب ولادي لا ورده وسجعونا باش نديو لحبيبتنا الورده واش البق انت ما يجيبوا لك شي ورد يجيب لك الحبيب او الخطيب او الزوج كان باش نعتبره ان الزوج مازال يهدي اكد لي اللي هو ما يهديش شبيح غرنق تغرنيقة معناها يهدي لك وانت مثلا نوع الكادو اللي معناها وباز دي ما يجيب الشوكولا معناها فاز اللوغو ما نعرفش عليه خضركم حلوين جيبوا لكم الحلو شوف الكلام الحلو بيه مش مش وانت تبدا مثلا خشمك مسكر ولا انت عايش حياتك خشمك مسكر ولا انت مسكر ولا مانيش عارف النوع هذا جاب لي شوكناتة وتصور الشوكناتة وجابني كارتون وتصور الكارتون وتعيشنا مع شو هو حلو يعني انك عمره احسن حاجه انك تكتمي على الموضوع خاطر هي حاجه بريفيت اول حاجه فخلينا معناها نتعاملوا مع الكادويت مع العبد اللي يجيب الكادو مش مع الكادو قديش بتوريه للعبيد طاحت قيمته الكادو هو الكادو هذاك لسيادتك ليك هو اللي جاب فمن ما نحسش فما داعي علاش الناس لازمها تعرف بالعكس مش تمسك فيه طمزة انا جربتها انا نعجبك انا ما خليتش عملة وما عملتهاش والناس مع بعملة جديدة لحم ياكلني كيفية ما نعملش في روحي عملة يعني. كيفية انا كيفية فما عملة جديدة صارت وانا ما عملتهاش على روحي يا رسول الله راو راني 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 حاير في امري انا حاير في ونترباشي انت وانت نترباشي مثلا ولا غير يعملها وانا نتربى منها لا ابدا انا بدي نعملها لازمني شنو نتربى خاطره هو عمل لو كي نعملها انا تخطف معايا هكا شوف انت حكمة ربك سبحانه وانت نخلق في سبب باش نغلط راهو انا مرة عادة صورت الكادو وجونا احلى جو وجاني الكادو وجو راني انا نعمل سيفة عركة هاو راني لعبت لي على ديتايل انا متاع عين ليك ليه متاع عين راو كل شيء حضرته القطو اللي بالقلب واحمر الكعيبة القطو اللي قلب احمر وبالفرني وتلق الورد الاحمر عودو هو نمش حضرته اللبسة وانقتها البرفان وفوحتها اللحية وحصرتها الشعر وحجمته وقبل ما حجمته زرعته وقبل ما زرعته كلمت حمدي وروضة يا حبوين ديهم لهاش ايه لبون شواء الفلوس عندي خبيت وتسلفت على سعدي وهبط القط وهبط الكادو ستوري شوف هو كي تهبط هالحاجة ويشاركوك فيها النين حلوة فما برشا كلام حلو ولا العقرب كيفاش باش تطلعوا في 3000 و5000 و150 العقرب اللي بخ عليك هذيك اللي هكا شفت تصويرتك وعمل لك طول هذيك اللي كنت وانت كريستيانو يحمد الرب العالم واش تونسي وانت ميسي كان جا تونسي راهو عنده برويته راهو صايعه يلعب فمنوين ويمشي نقول لك يلعب راهو في سبورتينغ بن عروس ولا راهو ساعه مش يحقروا يا ودي راهو يمد يدك هكا ولا توزلها مازلت معاه يمينتي تجي بالك عاد انتوما عاد الساعة انتوما الحرب الأهلية اللي عندكم في بعضكم انسيوا احنا ورزمو ما عندش عندنا مشاكل أخرى احنا معناها ما معناها احنا نرتاحوا كي تغزوا واحدة منا نرتاحوا انتوما لطف عندكم راهو بخانة توكل نووي راهو ساعة على ساعة نسمع مراش وتقول على مرايا أقسم بالليل حميزوغ بين نشوك نقطوس الولي يا لطيف من السويد واحد ردي واحدة غزيرة كيف معاه هذي مزيل وحتى مش صابون تنشر القلاص فورت وهبطت الحويش حتى مضاف متاعو خبيهم كادويت مش للتباهي هو به وما هوش به انا عارش كيفاش نفسر لكم هي في حاجات تتحس ما تتقلش أديبة عجرم حنيمة هذوما حاجات يتحسن كل ما تبقى راهو العين حق راهو العين حق واحنا عندنا كان البق راهو احنا راهو عندنا عين خبي كيجيب لك الشكناطة والفطاكة خبي
فما اللي ما اسقط لابد الكادوات تصورهم وتصور الشكناتة وتصور البرفان حقك وتبدا هي في التابلو دبور متاع الكرهبه وهو يسوق محليه ولا في مستر مرو ولا في البيت وتسوقيتها وقت اللي تحط بانانا ولا فراولو على وجهه. انا عامل هذاك كل بشكل بانانا في وجهه ما قالش ربي، ولا قرد عامل هك ما قالش ربي، مش مكلف ساعة. أنا كان جبتهم هذوكم نقول لك عندي باي في داركم، وزعم مانيش غادي، كان عندي كيكة تخدم الكل وقتها. بنانا في وجهي، فراولة وكيوي قرد في وجهي، وين هكا؟ نعتبره هو موافق به، لغاية ماذا؟ هل أنت مثلا تحمي في وجهه مني أنا كراجل مثلا باش نقول لا الوجه جملة مش بشي فرق معايا، خاطر بشي نقول راجل ما ربي هنيها مع بعضهم، معناها مش لي أنا، معناها في الجلس مانيش أنا الدستيني بها الحكي ما لاش كون. شوف كيفيش راو راي الدور 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 ترجع عندكم الحكي. شوف معناها تحمي فيه من بني جنسك، بني جنسك جنسك، خاطر كان من بني جنسنا ومثلا يحب يمشي واتوتلو ولا يوشوشلو آليا ولا من بني جنسكم حتى هو، خاطر احنا ما عندناش رجل توتوت، فآليا الجراد متاع راجل تنحى منه ولا عنده ذكر ومشي خلصناه الموضوع. ما اي هو هكيك لا ما وشو انت ما اه. فانت تحمي فيه من بني جنس، بني جنسك فيهم كل المسممات اللي كنا نحكيه عليهم والبقار الأغلبية ينجم يكونوا ليه إذا أنت عبد به، معناها العين على شنو؟ خاطر كي تشوف مثلا شاكيرا بيكي كريستيانو جورجينيا براد بيت أنجولينا جولي وبراد بيت وجينيفر أنستون وبراد بيت ثلاثة منيش حافظ اسمها بيازيش فريج مانسي أه، وعمرهم ما حطوا واحدة فيهم كعبة فراولة على الأخ. مش بيه تصور براد بيت في وجهه بنانا، ما نتصور وانا تخرج معاه مكا باش ما يحسدوهاش علي، تتصور معاه وتصرف قوب قرد عامل هكا على وجهه، معناها حتى حرم الحرام حرام، خاطر الوجه هذاك ما يتغطاش لطف سبع لطاف، معناها كي نغزر له انا براد بيت نحس روحي انا جيت في عظمه ما تولدتش كيفه، ما نجمش كون انا تولدته وتولد ولا ربي مخبي لي حكمه اخرى ولا بس مانيش عارف. المهم معناها ما غارتش على براد بيت، هو ما غارش على نجولينا جوليب، معناها تغطيني في وجهه، معناها معناها ما فهمتش انا شاروخان سكون مبابي، معناها شو هي سهله؟ شو يا من الاول تصد كل شيء وتخلي حياتك اللي كنتي وسكرنا الموضوع محليك، يا تشركنا وتدلعنا، شنو توريني وليه؟ اوه اسمع انا راو وريتني راو اه ننغر انا راو لان حب نشوف لا توريني وريتني توريني انا راو هذيك في النص لا هذيك ما تعمل لا 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 انا قديم انا مصدق انا لا انا مش ادرى كيفاش من بعد لا لا ماك توزعي في الحياه نتاعك وتشاركي في يكمل معناها وكمل ورينا جات في هذي شنو بنانا في وجه الراجل مكلف الراجل اسطنبول على عجله وواعب ربي يزيد ويبارك شنو قرت في وجهه في امه في بينها أمه في بالها ولده يصرف كيك وبعد لزقت له بنانا في وجهه وطلعش هذيك عاملها بنانا متخبي على أمه طلعش فراول على مرته زعمة وانت مكش مرته أصلا انت ما فهمت لازمها فما غيزة حتى شنو واحد لا طعنت تسوي يلقى بنانا في وجهه ولا قرد في وجهه ولا كعبة فراولة في وجهه ولا الأخرى كعبة مشماش والمشماش تظهر حاجة أخرى هي ما هكا ما مزنكة والله غريبة ذي والله ربي يهدي نيكست نقصولنا ملعي بر في عيد الحب والتشيء الأولاد هي قد مساك إن الرجال قدش من كادو باش تهديو زعما على أساس هما يخونوا برشا وعندهم برشا لشكون نهديو فيهم الكادوات ليكم 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 دونك احنا اجتماعيين اسمنا ماناش خائنين الراجل عاطفي معناها عاطفي شو نبداو القصة من الأول هي واضحة فما تريونكل الراجل يحب المرأة المرأة تحب الفلوس بالحاجة الباهية يعني تحب اللبسة تحب الشب هذوكم هم دونك لازمك انت تعمل الفلوس مش تنجم تعيش المرأة مليح او ما تنجمش تمشي طول هكاك او الفلوس معناها فما خلطة انا بيدي ما نعرفش كونفيغوراسيون اما نعرف حاجة برك ريت الراجل تحب مثلا من الاول بالكل في الدنيا كي بديت هي مفتقته من بعض وكان المرأة ومن بعد يقول لك انا قوي احنا راهو ماناش قويين الحق شو باش نتفقوا خاطر ساعات كنقولوا قويين هي بيدة تولي دليل اتهام شو
انا نحكي على روحي، انا انسان ضعيف خويف وجوي به ومن يقولوا فاهم الطرح من الاول والمفاتحة تدومنا من الاول وجونا به، خاطر المقاومه زيت معناها ما تنجمش تقاوم كاهن حاط شيطان في دبوز اللي وسوس لي لياق حطيته في دبوز شنو باش معناها ما تحاولش. دونك احنا كي نهديو لان احنا نحبوا نرضيوك معناها القدابش نغطيها الباقي ما نجمش سؤال اولاد ماما خليوا لي فرصه نحامي بها عليكم معناها انت قمر ها والا سايب عليكم من الاول ما نعيشوا في دار الناس الكل بعض متفقين. شوف هو في عيد الحب قبل بنهارين قبل بنهار تبدا التليفون نت تخت تاع الدار ما نستغلوش الفرصه ونغليو فيها معناها خلي الناس معناها تتاثر او معناها ما تعرف خاطر احنا في جنينه معناها شنو تتوقع من شعب شدوه يبوس في جنينه معناها ضربوا معناها ممنوع روح معناها فما معرفش علاش ما ياخذوش كون جن نهار هذاك في عيد الحب يسيبوا برشا حاجات تعمل الحب معناها مثلا السينما بلاش المناطق العموميه يغطيوهم يشوف في واحد معنق خليوه معنق سيبوه معناهاش فيها كان عنق عنق هو هي تحب تتعنق هو عنق يا رسول داخلين فيك نشرهم معناها شنو واحد جاي بشي بوس انت تقول له ليه تعب واحد تعب عليها البوس هذيك في بالك سهله يا باش توصل غادي يا ولدي برشا صدق وبرشا محبه وهكا ولازمك ايوه يا اخي جات لحظه حلوه هي يا رسول الله راهي لحظه حلوه هكا هما عملوا فاهم شحيت معناها وشوف المساطة انت لا يزي يتعديو على اخلاق الحميدة وهم مازالوا معنا وموال خليهم يبوسوا ومبعد هزهم مازال ما بس انت هزيته هو معنق معنق هو يستنى دونك انت بيدك تستنى باش نجم تعرف القضية بتاعك واصلا عاش نكبروا فيه الموضوع ايه بيه 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 خلنا نحبه خنحبه وما ترى ما يحتوي ومني ما يبعده ما هو ماهوش هو تقوله في الطريق العام يا أخي هو في الطريق العام جاي طب فما واحد يبوس في الطريق العام دي حتى متراك لطف سويت في الطريق وين قالك الأخلاق الحميدة في الطريق العام بالله هكا بعد جاي في الطريق العام وبدأ يمغط هو طب تجي هذي ما يخليفك أو تعملها حتى ما تنجم انت ما دونك هو مستتر صدق مستتر على فضحت الطر والفر انت فضحتهم قال لهم اخي كان جاي نجم شي بعد غادي هو انت ما فما بيت عندنا الحب يلعب كيما يحب فما بيت ما عندهاش الحب خلي انا الله يا ناس تحبوا الناس والله موصي بالحب معناها غالي الدنيا غالي غالي في بالك انت بو يحب يقعد يبوس هو يحب يتطور يمشي ما بعد البوس معناها من وقتها حتى لين ما نبوس فيها تو انا داخل بليت نظيف ووليت نظيف ونخدم على صعدي ونحب اي شنو سيبوه خليه حتى شبيه خليه متفقين. وقبل ما ننسى ما نسيت حتى شيء ما جست نحب نذكركم باش تعملوا ابوني للباج وتعملوا بارتاج وتفعلوا الجرس كيما يعملوا فيها الناس الكل نحب نعرف على ودي شوف فريق بتاع الباج فيسبوك قولوا لهم باش تقولوا لهم نزلكم تبارتاجيو لهم غاديك باش هما يجيو لهنا باش احنا نعملوا جو ليش باش كوسو اليوم حاجم صحة على حجام الصوب صلوا على وليد الصالحي صاحبنا وحبيبنا واخونا وعشيرنا وقال نسلم عليهم تحت التهديد خاطر ثم بركاج لنا فيه تو في استوديو جوكر الخان الحبك يس عليه ما نحبكش نحبكم برشا وبين نساوش بيان سيور ربي يرحم شهدائنا وان شاء الله يا ربي النصر قريب والفرج قريب لأهلنا في فلسطين والقدس عاصمة فلسطين الأبدية.